الان للامام، انطلاقه سريعه للسد، زاراتي 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 يجد الفرصة، يجد المنفذ للوصول إلى شباك جنوة في هجوم خاطف سريع. المتألق زاراتي يزور شباك جنوة، لاتسيو يتقدم على جنوة 1-0. زاراتي المتألق، زاراتي يصنع التفوق، يصنع الفارق لفائدة لاتسيو. بينيتيز مدرب ليفربول قال عنه الشريك المثالي ليكون بجوار توريس. جماهير لاتسيو أصرت على بقاء هذا اللعب، ضغط كبير من جماهير بيانكو تشيليستي على لوتيتو من أجل بقاء هذا النجم الأرجنتيني. زاراتي من لقاء لآخر يؤكد إمكانياته الكبيرة، إمكانيات هائلة.